قرية طه بوشكت في موضوع المية، وفيها فقر مائي من زمان، يعني القرية بتعاني من موضوع المية ده. احنا كنا طالبين اكتر من حوالي 12 حاجة، طالبين اسعاف وطالبين مطاف وطالبين مدرسة اعدادية وثانوية وصرف صحي. نشكر السيد رئيس الجمهورية على المبادرة الكريمة بتاعته دي والخدمات اللي مقدمها فعلا في القرى والنجوع وفي جميع المناطق. احنا بنشكر الحكومة وبنشكر الرئيس السيسي على المجهودات العظيمة اللي بيقوم بيها في القرى بالذات، لأن القرى قبل كده كانت طاردة للسكان، كانت الناس بتهجر القرية بتروح المدينة علشان توفير فيها الخدمات، المية والصرف والكهرباء والرصف والطرق. دلوقتي احنا في القرية حبينا القرية وحبينا أصولنا وحبينا جذورنا. كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمشروع حياة كريمة، لتنفيذ مشروع المياه بقرية طه بوش وتنفيذ 8 كيلو و200 متر للشوارع المحرومة من المياه من فترة طويلة. وكان شيء ما كناش نحلم به كأرياف ان احنا يحصل عندنا الاهتمام ده، ان احنا يحصل يبقى فيه اهتمام موجود بالفلاح والاسر الفقيره، وطبعا مبادره شامله برضه البيوت اللي كانت قايله للسقوط والحاجات دي، فده شيء جميل جدا. نشكر طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهودات المشكوره اللي بيعملها وبيقف جنبنا، وبنشكر مشروع حياه كريمه بصراحه اللي نفذت وقدرت تيجي تقف معانا وتتواصل معانا.